كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسرب الوثائق السرية الأمريكية هو شاب عمل في قاعدة عسكرية وقام بمشاركة أسرار حساسة تتعلق بالأمن القومي مع مجموعة من معارفه الذين يتشابهون معه في الميول والاهتمام بنظريات المؤامرة. وتقول الصحيفة إن الوثائق تمت مشاركتها مع مجموعة من نحو 20 فرداً معظمهم من الرجال والشباب يجمعهم حب البنادق والمعدات العسكرية والله. ووفقاً للتقرير فإن الوثائق نشرها رجل يعرف باسم أو جي، قال لزملائه في المجموعة إنه حصل عليها خلال عمله في قاعدة عسكرية لم يحددها. بحسب الصحيفة فإن أوجي قال لرفاقه أيضاً إنه نسخ الكثير من تلك الوثائق باليد لأنها موجودة في أماكن يحظر على داخلها حمل الهواتف أو الأجهزة الإلكترونية. وقال المتحدث الذي لم تكشف واشنطن بوست عن هويته إن أوجي أبلغهم أيضاً بوجود وثائق سرية للغاية حول مكان وتحركات قادة سياسيين رفيعي المستوى وتحديثات تكتيكية عن القوات العسكرية وتحليلات جيوسياسية. وقال عضوان في مجموعة الدردشة إنهما يعرفان الاسم الحقيقي لأوجي وكذلك الولاية التي يعيش ويعمل فيها، لكنهما رفضا مشاركة هذه المعلومات. وتقول الصحيفة إن أوجي قام بتحميل المستندات إلى المجموعة خلال الشتاء الماضي، لكن في 28 من شباط فبراير بدأ مراهق آخر من أعضاء المجموعة في نشر الصور على مجموعة أخرى، وفي 4 من آذار مارس ظهرت 10 وثائق على خادم ديسكورد فيه أعضاء مهتمون بلعبة فيديو شهيرة.